كابتن بلال، يعني كويس ان انت قلت 6-1 ومضيعين فرص كتيره جدا. فكره ضياع الفرص من الفراوده، انت دلوقتي وانت بتشوفها كمحلل حتى ليه؟ بص هقول لك على حاجه، يمكن انا بس الاول هجيب الموضوع من اوله. الفراوده الاول. فين الفراوده؟ تمام، محتاج يبقى عندك اكتر من فرود. يعني احنا زمان كان التنافس كبير جدا، يعني كنا في الاهلي زمان، انا لما طلعت العب في الدرجه الاولى هقول لك موقف كده صغير مر عليا وانا عندي لسه 18 سنه كده، فواقف على انت عارف سور الحديد بتاع النادي وقاعد التمرين، فانا قاعد كده وبعدين كان معايا 2 زمايلي فعملوا لي يا رب سبحان الله، يعني حسام حسن وفيليكس وعلي ماهر علاء ابراهيم محمد فاروق واحمد صلاح حسني كان لسه بيطلع تمام، وعندنا كان مهاجم افريقي مش متذكر مين تاني، بس فعملوا لي يا رب سبحان الله عندي 18 سنه خلاص. كان فيليكس ولا كان بطل فيليكس؟ كان فيليكس كان موجود لسه، كان لسه موجود، ما كانش لسه مش كان سافر، هو جاله عادي بعديها في اليونان. فقاعد ماسك الحديد كده بقول يا رب سبحان الله، يعني انا لعبت كاس عالم وبلعب بقى منتخب شباب بس هروح فين من الكم الغير طبيعي من المهاجمين الاسماء الكبيره؟ يعني ساعتها كان حسام حسن طبعا كابتن حسام، وفيليكس كان مكسر الدنيا، خد بالك قبل ما علي كان جراجع ومكسر الدنيا طبعا، كان احمد كشري صحيح كان موجود، هو احمد كشري كان موجود برضه في الكشري طبعا باللي كان بيعمله كشري كده جول كده كل حاجه. فوالله كنت واقف يعني يا جماعه اروح فين؟ يعني هلعب ازاي هنا؟ يعني هدخل التمرين ده مش الملعب بقى مش الماتش، لا هدخل التمرين ده ازاي؟ فكم الفراوده اللي كانوا موجودين كانوا فعلا منافسه غير عاديه، فكنت بتلاقي كل لعيب حريص في التمرين اكتر ما كان يبقى حريص في الماتش، لانه في التمرين لو ما سجلش لا في 3-4-5 ثانيه موجودين بينافسوا اقوياء وعندهم اهداف ان هم يلعبوا وعندهم فكر ومركزين بشكل كبير جدا، فدي كانت بتخلق دوافع كبيره جدا وتركيز عالي جدا عند الفراوده. واحنا لما طلعنا كمان تاني اشتغل زي ما هم اشتغلوا بالظبط، انقرضت حته رقم 9 مع مرور الوقت وتغيير في طرق اللعب تغيير طرق اللعب والتاكتكس، يعني الفرود الوهمي والشادو سترايكر وانك ما بتلعبش 4-4-2، فيعني كنا زمان 4-4-2 2 فراوده و2 احتياط، فبتدي فرصه للفرودين 2 جوه الملعب و2 احتياط بره. يعني انا افتكر في ماتش من الماتشات اقول لك الاتحاد الاسكندري ابتدينا الماتش 2 فراوده 3 انا وخالد بيبو ورضا شحاته 3 فراوده 3 اتغيرنا طلع خالد ونزل فاروق وبعد كده غير نزل كان مين كان تشيرنو ساعتها موجود في الاهلي برضو نزل ولعبنا تقريبا 5 فراوده اخر ربع ساعه كنا الاتحاد كنت انا كسبنا كانوا لازمين 1-0 الاتحاد اتعادل 5 فراوده في الشوط الثاني طلعنا كسبنا 2-1 انتهى الماتش بفوز الاهلي 2 واللي جاب الجون تقريبا وائل جمعه حاجه زي كده وكان وائل جمعه برضه اخر 5 دقايق بيلعب فلا فطبعا كان زمان في فراوده كتير طرق اللعب خلت المهام الوظيفيه عند الفرد مختلفه شويه يعني تيجي تتكلم دلوقتي المدير احنا نسينا محمد فضل لما طلع في جيلك محمد فضل كان معانا طبعا محمد فضل كان معانا طبعا فطرق اللعب خلت المفهوم عند الفرد نفسه يبقى مختلف شويه يعني تيجي تسال الفرد النهارده انت دورك ايه يقول لك ان انا اوسع لزمايلي اخلق مساحه للعيبه اللي جاي من ورا اللعيبه على الاطراف انزل انا تمام اتحرك تحرك اللي هو اللي تحت شويه فهم الاثنين يجوا يشتغلوا فخلت حتى المفهوم عند الفرد مش ان انا اجيب جول ما بقاش المقياس بالنسبه لي ان انا هسجل لا اللي جنبي بالظبط هيشتغل هيسجله ازاي هصنع ازاي فدي ازمه كبيره جدا طبعا فدي ودي اللي صنعها المدربين دي اكذوبه على فكره مش منظر دي اكذوبه صنعها المدربين من وجهه نظري يعني ظلموا بيها الفراوده طبعا فكره ان الفرود يبقى مهمته ان هو يصنع الاهداف ومش يسجل اعتقد دي وده لازم يبقى فيه محطه انت الكابتن فضل كان معاك في كاس العالم اللي لعبته مظبوط طبعا محمد كان معايا في كاس العالم ولعب معايا لعبت قدام رونالدينو ونزل معانا ماتش اسبانيا وكنا عاملين شغل كويس والله يعني بس يعني ما انا جبته بقى جبته النادي الاهلي من البطوله دي هو جه صح هو مضى في النادي الاهلي ويعني انا لقيته بيلعب معايا بعد كده في الماتشات مع كابتن مختار دي كان تحت 18 سنه ساعتها جبته من نادي الصيد هو كان في نادي الصيد وراح منتخب عندك عين برضه زئبقيه يا باشمهندس لا انت شفته في كاس العالم وبعدين هيتخطف هتستنى ليه صحيح اكيد